حول هذا الموضوع معنا من دبي المحامي والمحلل السياسي الدكتور سلطان المؤذن بعد التحية. طبعا بعد استماعك للمحادثة الهاتفية التي جرت بين رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم الثاني والأمين العام السابق لجمعية الوفاق المنحلة علي سلمان، والذي تم طبعا الكشف فيها عن تآمر النظام القطري لقلب النظام في البحرين، هل توضح ما هي الإجراءات أو الأليات القانونية المتبعة للتعامل مع هؤلاء المتورطين؟ السلام عليكم. في الحقيقة بداية يعني أود أن أوضح أن سياسة قطر تجاه جيرانها هو مشروع مخطط له ومبيت وتنفيذ لأجندة لقلب أنظمة الحكم في دول المنطقة وتقسيمها، فهي تعمل حقيقة بخلاف المصير المشترك الذي نص عليه ميثاق مجلس التعاون الخليجي، والتسجيل لحمد بن جاسم يضاف للأدلة على تدخل قطر في شؤون الدول الأخرى ودعمها أيضا للجماعات الإرهابية والمتطرفة، خاصة يعني علي سلمان هو مدان بتهمة الإرهاب في البحرين، فبالتالي فهو تآمر على البحرين لقلب نظام الحكم في البحرين، وهو تورط واضح ومباشر في الأعمال الإرهابية في مملكة البحرين، ودعم حقيقة الإرهاب والتحريض والفوضى والقتل وزعزعة أمن واستقرار البحرين ودول الخليج ككل. فيعني كان هناك استهداف لقوات درع الجزيرة، فاستهداف قوات درع الجزيرة هو استهداف لدول الخليج ككل، فهناك عدد من ضباط من دولة الإمارات ومن البحرين استشهدوا في هذه العمليات الإرهابية في البحرين، وهذا كان بدعم قطر. فبالتالي حقيقة لابد من خلال هذا التسجيل الواضح يضاف للأدلة الأخرى، وهنا يجب المطالبة بتقديمه للمحاكمة الجنائية الدولية باعتباره كمجرم حرب على الأفعال التي قام بها في البحرين وفي أيضا الدول الأخرى، ولكن هنا نركز على موضوع البحرين، تدخل حقيقة داخلي لقلب نظام الحكم في البحرين ولزعزعة واستقرار الحكم والأمن والاستقرار في البحرين ودعم العمليات الإرهابية ونشر الفوضى في البحرين. هنا يجب طبعا يحاكم داخليا في البحرين، ومن ثم أيضا تنقل طلب المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية كمجرم حرب يعتبر هو في هذه الحالة. نعم، لو نتحدث اليوم في حال عدم امتثال قطر وتنفيذها للمطالب 13، ما هي العقوبات المفروضة اليوم تطبيقها على هؤلاء الأشخاص المتآمرين طبعا ممن يقومون بأعمال وممارسات تنتهك بأمن وسيادة واستقرار الدولة، وأيضا هذا التآمر القطري الذي حاول أن يقلب الحكم في مملكة البحرين وغيرها من الدول العربية أيضا؟ للأسف قطر تتجه إلى طريق مسدود نلاحظ في الآونة الأخيرة لحل الأزمة مع دول المقاطعة، فهناك يعني عمليات تخريبية كبيرة جدا وزعزع لأنظمة واستقرار الحكم في المنطقة، سواء كان تدخلها في العراق أو سوريا أو ليبيا أو اليمن أو مالي، فبالتالي هنا يجب أن نقدم حقيقة بعض الأشخاص الموجودين في نظام الحكم في البحرين للمحاكمة كمجرمي حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية. نعم. يعني هناك كثير من سفك الدماء حصل في سوريا، في العراق، في ليبيا، في مالي، في مصر أيضا هناك زعزعة كبيرة، فبالتالي لابد أن يحاكم هؤلاء الأشخاص أمام المحكمة الجنائية الدولية لأنه لا مفر من هذا المجال في الوقت الحالي الآن. نعم، من دبي المحامي والمحلل السياسي الدكتور سلطان المؤذن، شكرا جزيلا لك.